شهدت معارض أهلا رمضان بمحافظة بني سويف بعد افتتاحها إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على شراء السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة، وأشاد عدد كبير من المواطنين بما يقدمه المعرض من سلع أساسية ومنتجات بأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق، حيث شهدت أسعار السلع الأساسية في المعرض تخفيضات وصلت إلى 30%. المعرض بيضم السلع الأساسية الاستراتيجية اللي بيحتاجها المواطن خلال شهر رمضان المبارك إن شاء الله. عندنا متواجد فيه السكر وفي الزيت وفي القرص بكميات وفيرة أمام المواطنين. معظم السلاسل التجارية الكبيرة داخل محافظة بني سويف مشاركة معنا في المعرض بجانب الشركة المصرية لتجارة الجملة. جيت أنا شريت منه هنا أسعار مخفضة، وفي كل حاجة حتى خضار وفي الرز وفي حاجات لرمضان وفي يعني كل حاجة من الألف للياء في موجود فيه. طبعا حاجه كويسه جدا، يعني كيلو السكر تقريبا بره ب 60 او ب 65 جنيه، لما الدوله توفره ب 27 جنيه يبقى ده حاجه كويسه جدا لجميع الناس وجميع الفئات، يعني خصوصا الفقير. يعني الناس ظروفها صعبه جدا، لما الدوله تقف مع المواطن الفقير او تساعد ابنائها وناسها.